ها هو قال لك حاولوا تبنوا شي حاولوا تبنوا اش ندير نبقاو حنا نحاولوا في التبنه انا ما عندنا ما يدير لا ها حنا نحاولوا في التبنه هو يشد الفلوس يفرق فيهم العباد الله هذه ما كتبتيش واش غنديروا لي كيفاش غنديروا لي النقابه الولي تا هو دير لي النقابه ونجمعوا ليه وقال لك هو بغى يدي حسنه الحسنه نضربوا معاه حاولوا لا خو ما بقيتش باغي الحسنه لا السلام عليكم السلام واك ثاني اخويا كنشوف هذا الولد ما عرفش مالو معانا اخويا فرق فلوس لعباد الله وخلينا احنا على الدص الله يجيب لي يقول الحق الحسنه في الناس ماشي فينا احنا احنا نبقاو الدص ما كاين ما ناكلو ما كاين ما الله يجيب لي يقول الحق قول لي قول لي انت تحولت بنت الله والناس ياكلوا في اللحم حولوا حول تحولت بنت مالي ما حولوش هذا الوليد انا اللي غنهضر معاه تهضر معاه انت لا ما نهضرش مع اخويا صافي خليه لي انا نهضر معاه ثلاثة تهضر معاه انا نهضر لكم مع هاد الوالد هذا او عيق شد الفلوس وفرق فيهم لعباد الله حنا شيطين ها هو زين هاو انت مع شكون اللي جاي هذاك اخي هذا هو اللي تاع حولي السلام عليكم هذا هو اللي كان قبيله هنا السلام عليكم اهلا اهلا السلام شو تحاج تهلا كيفاش ليكم السلام عليكم شي بخير واه كاين حاج جلالي هنا لا ما كاينش ها لا ما كاينش انت اش بغيتي الحاج اه بغي ناس كاينه شوف السيد راه ما عندوش باش يعيد وانت عاد كنت عندو صباح راه عطاني باش نعيد والكسكوري ما عادش باش يعيد اه عطاك باش يعيد مابقاش مالي في عباد الله حنا عيدنا حتى حنا شوف والله ما شوف ها شوف هاد السيد كاين غادي باش يعيد والله والله رحم والدي راه حتى انا باغي نبان قدام الدوار بلي عندي حولي سير 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 الليل هذا وانت جاي سير سير الناس تيجيو الصباح تجي بالليل الله يرحم والدي ما شوفني ما حتى شوفي الا كان شي حاجه خاسري هو توماس خاسري تعطيو السيد الحولي وانت اش غنعطيو عطيو الحولي سير عطيه لهم طيب من جيبك لا راه الوري كيفرق فيهم شوف واش راه اللي ما عطاونيش حولي راه ناخذ داك الحولي ديالو ريح الله حتى شو ريح ها هذا زوين هذا انت خديتي حولي قسموا معاه قسموا معاه قسموا معاه راه شوف السكره والعام جاي بالجفاف ما كاين لا فلاحه لا والو ها والجفاف انا عندي هنا شرط مرضوخ انا الجفاف عليا وعليك الله يرحم ويلي عادي ما دير معاهم تحت السيد تحت السيد صدع سنق واو حس حس اخو الله يرحم الوالد اخر مره جاتنا شي واحد سي الصباح اي أجل. اخر مره تعيط على شي واحد اه اخر مره هاد الحولي تاخذ الصباح ان شاء الله عندك تمشي عندو دابا لا دابا غتسى اصحاب راه الشفاره غدا الصباح تو جاك بحال الشفار طيب طيب انت عارف فين انا نيشان عارفو الكراج انا عارفو الله يرحمه الدوره اللي في ليبيا اللي في ليزر اي هذا انا راه عارف جبت الحولي قبيله راه عارفو الله يسلمك طيب الله يرحم والدين الله يرحم والدين الله يرحم والدين شوف الله يجازيكم بخير لا حوالي دي يا شوف شغلوا الحولي ديالي اليوم شوف قال شويه الحولي عزف شي حولي مليحه ان شاء الله يلا نوض باش تحول هادشي شوف انتوا فين غادي انا غادي بحالي انتوا فين غادي حول 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 دير الحسنات حول حول دير لاجر لاجر زين انت شكون يحول ما يتبن انا ودي لاجر
عليها بشويه. حتى راه داير مع معلوم تيجيبوا الحولي من المدينه اللي عطاو المحسنين. واش لحقوا لي الخيمه؟ لا لا اش دير؟ داير مع هنا ديال طريقه دابا يخرج. تنسنا في باقي بلا سطور. اي واش غايدين؟ تا هذاك انت ما كنت تدخل بالخيمه طلعوا لك المدينه نجيبوا الحولي اللي عطانا المحسنين. وات ورافقت مع النبوري وراني صيفط الحولي مع ولد السالميه. والعاون اللي جابوا ولد السالميه كله ديالك؟ هذاك كله ديالك انا واحد عطيني صخيور. وات صلي على النبي. اللهم صل على رسول الله. وات راني مشيت عنده ولكن جبت هو من المحسنين. هو عطيني هذيك كله عطيته هذيك البركه. كي عطاني واحد صغير انا. وانت ماشي مشكل راه العيد عيد راه العيد. كي قلبته كبير بحال اللي تيبو عناك اللي جابو السلمية. وانت صلي على النبي. هذا زاد في الذبيحة. حتى يلا تشرب اشرب. ومبروك عواشركم تعيدوا وتعاودوا. وشوية.